السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم سنة أولى عاملين ايه؟ النهاردة إن شاء الله معانا درس جديد من دروس التربية الدينية اسمه آداب المذبح. تعالى بقى كده سنة أولى نشوف الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ يقول لك جلس عمر مع أسرته ليتناول طعام الفطور. جلس عمر مع الأسرة بتاعته يتناول طعام الفطار قبل النزول إلى ايه؟ إلى المسجد. طبعا لازم نتبع آداب الطعام وإحنا برضو بنفطر ونسمي الله قبل تناول الطعام. وبعدين يا ولاد ايه اللي حصل؟ وقف عمر امام المرآة يتصفف شعره وملابسه ويستعد للنزول الى المسجد. لازم لما اروح المسجد سنة اولى ابقى في احسن منظر ليا، بلابس ملابس نظيفة، شعري متسرح، ملابسي نظيفة، عشان اروح المسجد عشان اروح ايه؟ بيت الله سبحانه وتعالى. وبعدين ايه اللي حصل؟ ذهب عمر مع والده الى المسجد. عمر خد بعضه وراح مع بابا ايه؟ المسجد. طبعا مسك في ايد باباه ومتجهين الى ايه؟ الى المسجد. اول ما وصل المسجد بقى عمل ايه عمر؟ خلع عمر حذاءه ووضعه في المكان المخصص للاحذيه. لازم احط المكان في الحذاء بتاعي في المكان المخصص للايه؟ للاحذيه. أول ما عمر ووالده بقى ذهبوا إلى المسجد وجايين يخشوا المسجد، بدأ والد عمر يعرفوا إيه هي آداب المسجد. أول حاجة من اتباع آداب المسجد إن هم يدخلوا بالقدم اليمنى، يبقى لازم أخش بقدمي إيه؟ اليمنى. قال والد عمر: هناك آداب للمسجد لابد من إيه؟ من اتباعها. وطبعا أول ما أخش المسجد لازم أردد دعاء دخول المسجد. فردده عمر مع والده وهو: اللهم افتح لي ابواب رحمتك. وبعدين يا اولاد المفروض ان احنا بنقف في صفوف منظمه وراء الامام. وقف عمر مع والده في صفوف هو والمصلين، ونتبع ما يفعله الامام، فاذا كبر نكبر، واذا ركع نركع، واذا سجد ايه؟ نسجد، في صمت وفي ايه؟ وفي هدوء. بعد كده يا ولاد انتهى عمر مع والده من الصلاة، ثم خرج من المسجد. نخرج بالإيه؟ بالقدم اليسرى ونقول دعاء الخروج من المسجد: اللهم إني أسألك من فضلك. ده دعاء الدخول الخروج من المسجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.